مرت عمي أهلا وسهلا. أهلا فيكي بنتي. مرت عمي لما ناديتي لي هيك بسرعة انشغل بالي. طولي بالك بنتي لألقط نفسي. ستي حولت المكان لاجتماع الكوارث. منك أرضى الله يعين اللي بيروح معك عجنازة. وليش بقى؟ لأنك بتمزح بكل مكان، واضح إنه في شيء مهم. يلا فوتي فوتي فوتي. ستي شو صاير؟ إن شاء الله ما في مشكلة. لا لا تأخذوني، طلبتكم كلياتكم تجوا هيك بسرعة، بس الموضوع مهم. في شيء بدنا نخبركم عنه أنا وجينك. جينك؟ ما بدنا نستنى عزراء ستي؟ عزراء؟ عزراء كمان من العائلة ولازم تكون هون. تمام ابني، عزراء جاي أصلا. جينك شو صاير؟ جينك؟ أنا سحبت استقالتي. وأخيرا. والله أنك بطل يا أخي. بس عندي شرط، ما عاد تشتغلي شي سري من ورا ظهري. وعد؟ بوعدك. إيه بوعدك عن جد يا أبني، يعني من هلأ ورايح رح يصير كل شي مثل ما بدك أنت. بوعدك ما رح نعمل أي شي ممكن يهز ثقتنا ببعضنا، وأنا رح كمل شغلي وبالي مرتاح. يعني القصة بهالبساطة. الحمد لله جينك، فرحتني كتير لأني سمعت منك هذا الكلام. للحقيقة ستي هي اللي أقنعتني بهالشي. نحن حكينا كتير، حتى في قرارات هي أخدتها كمان. مرت عمي شو هالقرار؟ رح خبركم، بس اصبري شوي. مرحبا، إن شاء الله ما أكون تأخرت عليكم. لا جيتي بالوقت المناسب. شبك ست فريدة اللي نادتني. قلت لك منطقة اجتماعات للكوارث، إجت الكارثة الطبيعية. إيه أنا اليوم رحت والتقيت مع الست سومرة لتتنازل عن 5% من الأسهم. بس نحن لهلأ ما وصلنا لشي. الست سومرة قالت إنه هي رح تقدم لنا مبادرة، وهي هي هون. كيف يعني؟ ها؟ سومرة أنت رجعتي الأسهم؟ مثل ما قلت نحن لهلأ ما وصلنا لشي، بعدين أصلاً ما بحكي معي. إيه؟ الست سومرة عرضت إنها تتنازل عن حصة 5% من الأسهم بالإضافة لحصة 30% من الأسهم بنفس الوقت. يعني فهموا أنا ماني عدوتكم ولا شي، مع إني أكلت كف من سراب وتعرضت للتهديد وتعرضت للإفتراء، وبالرغم من كل هاد حبيت أظهر حسن نيتي وأقدم مبادرة. والشي اللي طلبته بالمقابل إنها تاخد هذا المطعم. شو؟ استني سمرة، أنت شو اللي عم تحاولي تعمليه؟ ما كفاك اللي صار لهلأ؟ شايفة ما هي؟ شايفة شو عم تعمل؟ طلعت أنا الغلطانة كمان. ارتاحي سراب حبيبتي، أنا لهلأ ما حدا عطاني شي. ست فريدة قالت إنه هاد مستحيل. في شي ما عم بفهمه ست فريدة، ليش ناديتيني لهون؟ يعني مشان سراب تسمع بهالشي؟ بصراحة ما فهمت أبدا. شو عم بيصير مرت عمي كرمال الله؟ جنك على القليلة أنت أحكي. والله ابني سمرة رح تفسخ عقد الأسهم يلي نسبتها 30% ورح تتنازل عن حصة 5%، بس بدها المطعم بالمقابل. شوفي على هالمرأة قد شوقها، هاي المرأة عم تهددنا بأملاكنا بشكل مباشر هلا. ايه هيك للأسف. على الأغلب ما رح تعملي هيك شيء، ما رح تعطيها ما هي؟ أنا لحد هذا اليوم حاولت خليكم مجتمعين مع بعض، عملت كل شيء لازم مشان أحميكم، ورح أعمله هلأ كمان. القصة مو قصة أسهم، الفكرة إنه سمعتنا هي الأهم لعائلة تشيلان،
جهد أبوكم المرحوم مستقبل عيلتنا وسمعتنا لسنين طويلة، ما رح سلمهم لهي المرة. وإذا كان المطعم رح يروح مقابل هالشي خليه يروح. بس أنا ناطرة منك نفس الشي كمان، مشان عيلتك، مشان القيم اللي أنت متعلق فيها، مشان احترامك، في أشياء لازم تضحي فيها. رح نترك الزعل اللي بيناتنا على جنب وتحارب ضد الأشخاص اللي سببوا الأذى لعيلتنا. مشان هيك كمان رح ترجع على إدارة الشركة من جديد. جينك، أنا بدعم القرار اللي أخذته ستي ماما. جينك عمل اللي مطلوب منه ورجع على شغله من أول وجديد، وهلأ صار دوركن أنتو. ست سمرة، عم اسمعك ست فريدة. عم اعرض عليكي هلأ وقدام الكل مقابل حصة 5% تاخدي نص المطعم. بالنسبة لل 30% من الأسهم اللي أنا وكيلة عليها، أنا رح أرجعها قبل وقتها إذا أنتي ملاحظة هالشي. يعني معقول بس هيك مقابل معروفها؟ أنا هذا اللي بقدر أعمله. فيكي تعملي بأسهمك الشي اللي بدك إياه، ما حدا بيتدخل فيكي. ولما بيصير الوقت لازم تتنازلي عن باقي الأسهم أصلاً. القرار قراري، يا أما قبلي يا أما روحي بطريقي. مرت عمي مستحيل، ما فيك تعملي هيك شيء. مرت عمي أنا ما بدي سمرة هون. خلي هي تكون تضحيتك أنت يا سراب. ست سمرة، قراري. أنا بقبل بس بشرط واحد ست فريدة. بدي حقوق الاسم تبع المطعم. أكيد هالمرة جنيت. سمرة، لا تتجاوزي حدودك. يعني أنا هاي التضحية اللي بقدر عليها، شو أعمل؟ قديش أنتي مرة وقحة سمرة؟ شو هالتضحية اللي أنتي عم تعمليها وبأملاك مين؟ يا ريت أنتي لا تحكي بنوب سرا. عائلة تشيلان فلست بسببك، لا تزاودي علي لو سمحتي. تمام هيك بكفي، خلونا نسكر على هالموضوع. لا ما رح نعطيك شيء، فيكي تطلعي وتروحي. طيب أنتو أدرى، يعني بالنسبة لإلي أنا ماني خسراني أي شيء. وخليني أذكركم، الأسهم لساتها معي. ست سمرة، نعم تمام أنا بقبل. ستي لا تساوي هيك. مرت عمي شو يعني تعطي حقوق الاسم؟ لا مرت عمي، هذا ميراثك وجهد سنينك الطويلة، هي المرة ما بتستاهل. سراب حاج تاخدي وتعطي، أنا أخذت قرار. معناها مبروك ست فريدة. مبروك إلنا كلنا. والمحامين بيهتموا بالتفاصيل. إيه من حلة. طيب شو رأيك نقعد ونحكي شوي؟ عادي. حبيبتي سراب مبروك عليكي أنت كمان. مرت عمي أنا ما بقبل بهذا الشيء أبداً. سراب أنا كان لازم أعمل هيك مشان سلامة شركتنا. سلامة شو مرت عمي؟ أنا ما بدي أشتغل مع هاي المرة هون، ما بدي، فهمي علي. تمام، هذا وضع جديد علينا كلنا، بس رح نتعود. لا مرت عمي مستحيل هالشيء يصير. أنت هلأ عم تعاقبيني على اللي عملته، ما هيك؟ أنت عم تعاقبيني بأنك تجيبيها لهون وتحطيها قدامي. أنت عم تعاقبيني نظامي. تمام اهدي أمي. ليش لحتى اهدى ابني؟ أنا فهمت كتير منيح، أنا مالي مكان بهاي العيلة، لهيك ما عاد في داعي إني أبقى هون بالمرة. سراب سراب أمي؟
ستي؟ مرحبا يا بنتي المغضوبة. معقول ما في مرحبا ست فريدة؟ أهلا وسهلا ست زرين. أهلا فيكي، فاجأت طبعا. أمي أنت شو عم تعملي هون؟ يعني أنت ليش جاية لهون أصلا؟ فهميني. اشتقت لك بنتي واشتقت لأحفادي. أنت منيحة؟ شو صاير لك؟ والله أمي تأخرتي شوي لتسأليني إذا كنت منيحة ولا لا، وحاليا بوضع ما بيسمح لي ناقش بهالشيء أبدا، وكنت رايحة. شو عم يصير سراب؟ أنا إجيت لهون كرمالك، ممكن تجي معي هلا وخلينا نحكي شوي مثل الخلق؟ أهلا وسهلا بنصيبتك ست فريدة. قليلي لشوف شو عم يصير. أمي أنا هلأ ما فيني أحكي لك أي شيء. بكفي بقى سراب، اصحك تجربي تفشي خلقت فيني. أنا بكون أمك، ما تحاكيني بهالطريقة. ستي شو رح يصير هلأ؟ هي بتكون أمة لأمكن، يعني ستكن أنتو كمان. طبعاً بدها تجي. يلا لشوف كل واحد منكن على شغل. والله يا عزراء انت كمان وضعك صعبها. مو بيقولوا في سيء وفي أسوأ؟ احمدي الله ليل نهار على سراب. هلا اجاكي الأسوأ. شوي تاني رح يصير حري، رح اهرب. باي. طلعت مالي مكان بهي العيله. أنا فهمت هذا الشيء كتير منيح. شوفي مرت عمي ما عاد أقدر أتحمل اللي عم بيصير. ما فيكي تستسلمي وتروحي، أنتي أم هدول الأولاد وكنت عائلة تشيلان من سنين، ما هيك ست فريدة؟ أنا ما قلت عكس هالحكي هاد بحياتي كلها سراب. أنا عملت اللي لازم ينعمل، عائلتنا كانت رح تتشتت. ما كان فيني خاطر بخسارة جينك. هيك يعني كنت بدي أكسب ابني؟ أه؟ كنت رح اكسبه باني اترك مطعم كبير لسمرة؟ لا، وكانه هذا كله ما بكفي لحتى رحتي وعطيتيه حقوق الاسم كمان مرت عمي. لو ما منعناكي كنت رح تسلميها اكثر من هيك، لا تنسي. انا فهمانه منيح شو عم تحاولي تعملي، انا مستوعبه كل شيء. انت جبتي سمرة لهون بس مشان تعاقبيني، مو هيك؟ لو كنت بدي عاقبي ما كنت وقفت وراكي ودعمتك. مرت عمي انت عم تستصغريني قدامه. انت اصلا حرضتي جينك علي وما في علسانه الا قرارات ستي وما بيقول شيء ثاني. ايه انا حكيت مع جين وطلبت منه يغير موقفه منك وانه يسامحك. انتو حطيتوا خطه مع بعضكم ما هيك مشان تعلموني درس؟ انت غلطانه. شوفي انا مليت من هاد، انا اختنقت، ما عاد بدي مرت عمي، ما عاد فيك تدوسيني بعد هلا، لانه انا ما بدي اي شيء منك، لا بدي المطعم ولا بدي القصر ولا حتى بدي الاسهم. خليها تكون كلها لك. اصحي على حالك سراب. اللي واقفه قدامك هي حماتك، شو أسلوب الكلام تبعك هاد؟ شو هاد اللي أنت عملتيه؟ ما بيصير. لا تأخذيها ست فريدة، هي عقلها مشوش شوي، بس أنا بحكي معه وبخلي عقلها يرجع على رأسها، لا تقلقي. بس بعدين رح أحكي مع حضرتك. امتحان سراب مع الأمة. أمك
شكون معصبة يا ولاد؟ شو ما قلت رح تفهمني غلط. ايه وين هلا؟ راحت وستكن راحت وراها. خلينا نتركن يحكوا. ما كان لازم روح أنا كمان؟ لا يا ابني، خليها تهدى. بكل الأحوال هي رح ترجع على بيتها. عزراء، خلينا نروح على بيتنا كلنا مع بعض يا بنتي. نتصل بحسن خليه يجيب مارت. تمام، أنا رح جهز حالي.